تونا وصلنا لحديقة الحيوانات، والصراحة أصور لكم كل الحيوانات الموجودة هنا. يعني هاي مزرعة مو حديقة حيوانات. هذا طير المكاوي بغبغاء، راح نطب البيت الأفاعي. طبعا اكو صغار ما يبين. بس راح نطلع من بيت الأفاعي. شو هاي بغبغات والله حلوة. خنازير أو خنزير. طبعا هذا حصان القزم، ما ادري ايش يسمونه، هاي الايكا. طبعا حديقة كلش كبيرة. هسه نروح الكناغر. Thank you.
وهاي الكناغر هنا. التذكرة مالتها للشخص الواحد $30، يعني زين. العوائل هم اكو خصومات للعوائل. وهذا الكنغر الاسترالي طبعا ما يأذي واحد الا يأذيه، مستحيل يأذي لا واحد الا يأذيه. السلام عليكم، الله مرتاحين. هذا واخذ لصفنا. راح اراويكم اكبر كنغرة هنا. هذا اكبر كنغر بالمزرعة كلها. هذا الجمل العربي، لان الاسترالي يختلف. هذا الجاموس. وهنا بحيرة مربطوط. هاي كل حيوان صورتها بالكاميرا، انا راح اخلي صورها بالانستغرام. هاي مكان نعام. هلو، تعي تعي تعي. هذا ما ادري شنو من طير، دوم ضايش. يسمون اعتقد الكئيب اسمه، يعني 24 ساعة ضايش. الله يساعد مرتك عليك. أنا ما أدري ولا لعبت. طبعا هذا يشبه النعامة،
بس شكله يعني شوية يخوف. موجود بالعالم الأسترالي هو والكنغر واقفين، يعني يعتبر من تراث أسترالي، يعني شكله كلش حلو بس يخوف.